بسم الله، السلام عليكم خاوتي. هاد لا فيديو راح نقترح عليكم اون ايدي دانفستيسمون تاع استثمار، وهذا الميساج نوصلو لي زوتاكو لي جيك لي كوسبلاير. واش راح نقترح عليكم؟ ديروا اون كوبيراتيف ولا اون سوسيتي بار اكسيون، شركه ذات اسهم، كل واحد يدخل بان كابيتال موديست سيمبوليك، ديروا فيها شركه ان اتوليي. واش ديروا فيه؟ تقدروا تخيطوا فيه دي كوسبلاي، وليو حنايا اون امبورت نشرو دي كوسبلاي من ليترونجي ونخلصوهم غاليين، وبعد نعاودو لهم نبيع ب 700,000 مليون و 200. وكان بزاف دوموند لي ما يقدرش بوغ لي زاكيغيغ، وعندو لو بوزوان باغي سو في بليزيغ في لو فيبدا ولا ان فيستيفال تاع لي زانيمي تاع لي مانغا استيغا تاع لي جيك لوتاكو جيمينغ، يلبس ان كوسبلاي. ماذا به يقتني ان كوسبلاي افيك ان بري سيمبوليك، باسكو لا بلوبار سون دي ادوليسون دي جون دي ايتوديون بلارجون دو بوش تاعو يل با سو بيرميتر. الوغ افان دو بيرميتر ا تو الموند انهم يقتنوا دي كوسبلاي ا دي بري ابوردابل، وباش ننعشو اوسي الاقتصاد الوطني الصناعات الحرفيه لاندستري، ماذا بينا لو كان نديرو دي زاتوليي وين لي كوسبلايغ اومام يلفورم دي جون باش يخدمو لي كوسبلاي. سينو نعيطو دي كوتوريي، دركا نجيبو ان كوتوريي ديجا عندو لي نوسيون دو باز، و لي كوسبلايغ يورولو لا تكنيك بور فابريكي هداك لو كوسبلاي ونخدموه ونوزعوه على المستوى الوطني. تجيو تقولوا لي لي دغوا دوتور، تقدروا فو كونتاكتي لا سوسيتي المسؤولة على الانيمي ولا لو مانغا، تعطيكم لا ليسونس باش تخدموا هذاك لو كوسبلاي، وراح تبيعوه وتوزعوه اون توت ليغاليتي، وتفيرسو ان سارتان بورسونتاج لهذيك الشركة تاع لي دغوا دوتور، ما فيها حتى عيب، عادي جدا. هذه كونسيرنون لي كوسبلاي. كونسيرنون لي بون ديسيني، دركا حنايا جينيرالمون رانا نشرو دي بون ديسيني اللي يجيبوهم في الكابا، ما كاش موزع رسمي اللي راهو يجيب ولا يلامبورت دي بون ديسيني ويعاود لهم البيع ايسي اون الجيري. واللي راهم يجيبوا لي بون ديسيني راهم تستقى منا غاليه بالبزاف. ديجا باغ اكزومبل نقولوا نجيب لو فوليوم 1 بالك لو فوليوم 2 لو فوليوم 3 ما يجيش، ولا جا لو فوليوم 5 لو فوليوم 3 لو فوليوم 4 الي انيكزيستون ولا انديسبونيبل. تسمى ما كاش اون كونتينيتي، تسمى لا جبت ان سول فوليوم لي زوطر فوليوم ما نقدرش نكوليكسيوني الاز، سينون سا كوت تري شير، مينيموم 1220,000 لا بون ديسيني، ماشي كاع يقدروا يشرون بون ديسيني ب 120,000، ما نكذبوش على بعضنا. نستناو لي ميزون ديديسيون الز انفستيس با في لي مانغا ولا في لي كوميكس. الور انا واش نقترح؟ دركا تشرو لي droit de distribution. Donc à matin qui m'a mis les français ou la guerre les pays du monde, on a un comics de Batman ou la Spider-Man ou la les 4 fantastiques ou la n'importe quel comics américain qui sort. Qu'il y a une maison d'édition en France ou la italienne ou la espagnole qui تعاود elle imprime, je dis bien elle réimprime هذاك le comics avec sa langue dans le pays هذاك. Ou elle verse des droits d'auteur, مثلاً قال نبيعو ب 30,000 نعطي لهم 10,000 وانا نربح 20,000 حق لو بابيي حق لا ديستريبيسيون حق لونتربوزاج ايتترا. علاش ما نديروش هذه في بلادنا؟ علاش ماشي نشرو لا ليسونس لي دغوا دو ديستريبيسيون تاع لي كوميكس تاع لي مانغا جابوني، اون لي امبريم هنايا اون الجيري بالفرونسي ولا بالقبيليه ولا بالعربيه ولا كيما تحبوا، ميم فيرسيون اوريجينال واي نوت بور لي اماتور تاع لي في او، راهم يبيعوهم اون توت ليغاليتي اون فيرس لي دغوا هادوك لا ميزون مير، ورانا نرعشو لانعاش الاقتصاد الوطني. فوز امبريمي دي كوميكس دي مانغا من الاخر، تخيطوا لنا دي كوسبلاي، فوز امبريمي دي كوميكس دي مانغا، اي فو لي ريفوندي ايسي اون الجيري. ميم شوز بور لي جو دو سوسيتي، هنا في الجزائر لي جو دو سوسيتي ما كاش، ولا جاب لك واحد جو دو سوسيتي ب 66 كشفة تستناه بوندون ان اون باش يجيبو لك يبيعو لك 400,000 والفوق. علاش اصاحبي؟ علاش ما نخدموش لي جو دو سوسيتي هنايا اون الجيري؟ ما كاين غير لي جو ديشيك لي دومينو ما نخدموهمش في الجزائر، سي غراف.
دومينو ماهيش حاجة صعيبة، عندنا دي زونتربريز تاع بلاستيك، عندنا دي مينويزي باش يخدموا لنا دي جو ديشيك، كيفاش حتى نشروهم من لاشين؟ على بالك لاشين شعلت بعيدة على الجزائر، من يجي يوصل البابور واحد دو موا ولا تخوا موا باش يجيب لي جو ديشيك ولا دومينو ولا مونوبولي. مونوبولي قول لي الحموان، ديك مونوبولي واش راح تخسر عليه؟ اون بو با نخدموا مونوبولي في الجزائر. الوغ جو في ابيل ا سي جيك سي زوتاكو، هاد الشباب اللي هما لافنيغ تاع لالجيري، دو شونجي لا دون، اخدم لي مونوبولي في الجزائر، لو جو دي شيك، دومينو، لي زوتر جو دو سوسيتي كيما لو شينوبي واتا، ولا كيما تاع با مال تاع لون، ولا تاع اوكيا، ولا Il y en a pas mal de jeux de société, j'arrive pas à me souvenir de tous les jeux de société. T'as Trivial Pursuit maintenant. Allez, je m'en remets ici en Algérie. Mais ça me chie clandestinement, en toute légalité, on verse les droits. Peut-être d'un flatelier, vous imprimez les cartons, les cartes, etc. Un petit atelier, lire des figurines en bois ou là en plastique, vous achetez des moules, etc. Vous le fabriquez, vous le revendez. À le niveau local, afin d'ouvrir ce marché, chose nouvelle au Zaïre, ma rachi kun عندكم منافسة. On limite les importations de ce côté-là. Déjà, l'importation elle est inexistante, mal khar. Rah nfetchou souq jdida fi Jazair. Inaach l'iqtisad lwatani, on crée des postes d'emploi. L'industrie ta'na rah elle va avoir un visage nouveau. Ou maintenant, on paye les droits d'auteur, les fabricants de jeux de société, ou les éditions de la bande dessinée, ou le cosplay, etc. Donc, à vous de voir. On en donne ma chose difficile, ou là nécessite bzaf les moyens, ou là qu'un lancage, qu'un lundi, qu'un les banques, les prêts bancaires, تقدروا تبداو بحاجة خفيفة. Au niveau d'une ville, nous avons maintenant fait Alger, fait Oran, fait Annaba, ensuite nous avons nous tâcherons les autres villes. Why not? Un petit atelier, on va mettre des annexes ou tout ça. Et qui sait, ben, qu'on va même exporter les pays voisins, va savoir. Mais c'est chose difficile. Qui m'a dit tout traitement des goodies, dit tout traitement des t-shirts imprimés, on en donne belle, mais c'est chose vraiment difficile. Il suffit juste d'avoir le courage de tenter l'expérience, elle dit. C'est toujours mieux que de dire fast-food ou le délai. M'amra bli fast-food, m'amra bli pizzeria, m'amra bli restaurant, m'amra bli alimentation générale, m'amra bli bureau tabac, les kiosques. J'ai beau chose j'ai dedans. La demande kaina, la belle combli, la demande kaina. Produit mieux. J'espère que le message est là au sol. نتمنى لكم التوفيق ونقول لكم اي نوتر فيديو بور دوتر زيدي والله يرحم والديكم.